اول حاجه قبل ما ابارك لك الحاجات الحلوه نقول لك، اول حاجه قبل اسبوع يوم، قبل 6 يوم 7 يوم كتبت لك قلت لك عبد المنعم استلم، اللي هو العميد عبد المنعم كان عميد وكان في ارض الميدان ومن الناس اللي ثبتوا سنار ومن الناس اللي دافعوا يوم معركه كوبري العرب، هناك في كوبري كده في سنار، ويوم دخلوا بيت جنجبيل من الناس اللي ثبتوا معاه 15 13 وقدروا صدوا الهجوم وثبتوا الناس. جاء تغيير، تغيير عادي ما بيعتبروا يعني فيه حاجه، ربيع ودوه مكانه وجابوا عبد المنعم تقريبا بقى لواء ومسك المنطقه هناك، وغيروا معاه بتاع الاستخبارات اللي هو جابوا هجوم، جابوا العقيد هجوم، الاثنين الجدين والله ناس هجوميين. شوف ما انت هسه في الكوره في مدربين كويسين لكن الناس ما تستمتع بكورتهم، بيقول لك خطتهم دفاعيه، منهم معروفين يعني معروفين في العالم في الدفاعيه، بس بيلعبوا دفاع يقفلوا 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 بعدين، لكن الناس ما بتتذوق الكوره وما بتتذوق، وفي ناس بيحبوا الكوره الهجوميه، والزمن ده زمن الكوره الهجوميه، احنا دايرين هجوم، الهجوم عبد المنعم ده ما شاء الله اصله ما بيعتمد على الدفاع، وهايو ده بيأمن ليه وبيأمن ليه، وشفته قطع شك تامين شامل كامل، ما بخلي شارده ولا بخلي وارده، زول دغري وزول نجيط لا بنعرفه لا حصل يوم تواصلنا معه لا عندنا بصلة رحم لا عندنا بنسب لا عندنا بجارنا لا مدينة ما بنعرفه، لكن سمعته بين الضباط وبين جنوده كلهم بيحبوه، وزول بتحت كفيل ما بخلي ثغرة لأي حاجة، ما بدي فرقة للشيطان يدخل، بيقفل تمام وبيمشي لقدام. أما عبد المنعم ده زول بتاع هجوم، بيلعب بأربعة مهاجمين خمسة مهاجمين، عنده خير وسيلة للدفاع الهجوم، يعني بتلقاه قدام بتلقاه قدام راكب قدام أصلا بتلقاه ورا، ما عنده قشة مرة، عارف لو دار تنتصر بتهاجم، لو داير تعمل لازم تهاجم، لو داير تحقق لازم تهاجم، عشان تدافع كويس لازم تهاجم. فعبد المنعم اللي هو عبد المنعم ما شاء الله، والعقيد اللي هو هجو ده التغيير اللي حصل، وتغيير عادي يعني ما فيه حاجه، الان الوضع غير الوضع مختلف ما شاء الله تبارك الله، شغل شفنا سنار دي فايره فور فوق تحت فوق تحت فايرة، طيران ده اشتغل يومين ورا 48 ساعة ما وقف ما وقف من كل النواحي من كل النواحي، أول مرة يشتغل وأظن مهاجر 10 أول مرة بهناك يجغم على وصوله، شغل قفل بس كلام ولا بيتحكي، جلد جلد بدأ الليلة ناس الدمازين طلع، واحنا قبل يومين ثلاثة تكلمنا قلنا يا جماعة من جلقني المناطق بهناك ومدرمان فلاتة ممكن الناس دي يخشوا الرصيرز زي ورا، أفضل حلل أنه ناس الدمازين دي يطلعوا لي برا بيقدروا يصدوا الهجوم وبيقدروا يطردوا الناس دي وبيقدروا يأمنوا الرصيرز الدمازين، لأنه لو الناس دي دخلوا الغورة خمسة بهنا خمسة عربات بهنا ثاني طيران ما بجيبون ولا في حاجة بتجيبون. الليلة ما شاء الله تفاجأنا لقينا الناس 14 الفرقة الرابعة ما شاء الله دخلوا جلقني وتقدموا ليه ودى النيل وماشيين كويس، الناس زي الجنجويد ديل ولا شيء ولا رجال بينتظروا ولا عندهم قوة عشان ينتظروا لهم جيش، انت عشان تدافع عن منطقتك ما تديهم مجال يتسللوا، الناس زي نظامهم بيتسلل يخش الغرية وده يخش غرية هنا ده يخش بيت هنا ومن بيت لبيت من بيت لبيت من بيت لبيت لما تلقاهم قدامك. فالخطوة الليلة خطوة موفقة جدا 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 من الفرقة الرابعة الدمازين، طلعوا لبرا وما شاء الله تبارك الله جلد الناس دي الجلد شديد، مشغوهم مشق شديد، ظبطوهم ظبط شديد، فالحمد لله الليلة الجيش هناك واستلمها وتقدم ونظف وأمن كلها وأمن كل مداخلهم ومخارجها وتقدم لقدام، عمل ممتاز جدا 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 جدا، وخطوة استباقية قصرت لك شهرين 3 شهور، الليلة الشغل بتاع الليلة في جلجن البسيط ده قصر لك شهرين 3 شهور، لأنه الجنجويد ده لو يسلوا لك في الغرب تحت الرصير يسلوا لهم درمان فلاتة وما خالفة من ذلك ده لك شهور عشان تقدر تطلعهم من الحوام دي،
الان انت اختصرت الطريق، ما خليتهم دخلوا، جيت طوالي بليتهم، حيقعدوا حيرسوك، ما بحرسوك، بيمشوا لقدام، حيكونوا ذاته شتتوا من ودنيا المناطق دي كلها، حيكونوا شتتوا منها. هنا ده الشغل الممتع، ده الشغل اللي بيجيب الانتصار، وده الشغل المفروض يحصل من الاول. من تقدم على سنار، المفروض الجيش بتاع سنار يطلع يواجههم معاه جيش مدني اللي كان منسحب، يواجههم في تخوم سنار، ما يديهم مجال يخشوا غور السكر، ولا يديهم مجال يدخلوا هناك، لكن شاء الله وما شاء فعل. ما بيدنا حيلة، ما بيدنا حيلة، ما هو شغلة واضحة. الناس دي جايينك حتستناهم جوا مدينة سنار، حيخشوا غور السكر كلها، وفعلا دخلوا الغورة كلها، دخلوا بوين طاروا؟ دخلوا بالكوبري. لو انت امنت من كوبري سنار وانت ماشي، كوبري السكر وانت ماشي لقدام، كوبري ود الحداد ما كان جو. قدر الله وما شاء فعل، لخير، ربنا رايد لنا ننظف. فالوضع الحمد لله بهناك وضع ممتاز جدا، تقدم كبير، وفي تقدم ثاني في محور، وباذن الله تعالى، باذن الله تعالى نسمع انتصار كبير جدا ودخول محور. في محور فيه تحرك كبير جدا 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 جدا، لكن لسه ما استلموا لسه، لكن باذن الله تعالى 24 ساعه، وقبل ال 24 ساعه الناس حتسمع خبر كويس، الناس حتسمع خبر كويس جدا انه الجيش استلم منطقه وما حيقيف. طالما جيش الدمازين طلع ما حيقيف، اسمع مني، ما حيقيف، ولا جيش النار تاني حيقعد جوا يحرس. الجيوش دي كلها حتتقدم، لانه ما في حلل، حنقعد نستنى، بنديهم مساحه وبنديهم زمن، وبندي المجتمع الدولي يخطط، وبندي القحاطه يدبر، وبندي الشيطان يعمل لنا المتاريس. فالحركه الان مطلوبه وبشده، انه احنا لازم نحسم المحاور بسرعه سرعه. احنا دارين نحارب المجتمع الدولي، ما نحاربه بالرد، ولا نحاربه بالعنتريه، ولا نحاربه، بنحاربه في الميدان. نجود الجنجويد ديل سرعه سرعه، والمحاور بتاع الدارفور تتحرك. لازم المشتركه تتحرك، تمشي تستلم نياله، تستلم زالنجي، تستلم الضعين، يكون باقي لنا الجنينه. لازم الان، لو احنا دايرين المجتمع الدولي ننتهي من قصصه ومن افلامه. الشغل ما صعب، الشغل سهل جدا جدا جدا. لو اتلقت اراده واتلقت قادرين، المشتركه والجيش قادر. وعندنا ما شاء الله جيوش ياما. جيوش ياما. لازم كل المناطق حركه، لازم الان الحركه، يا هو احنا السلاح حقنا الاستعجال والسرعه. كل ما انجزنا بدري بدري، كل ما سكتنا الخشامه. كل ما انجزنا سرعه سرعه سكتنا الخشام، كل ما ابطينا، كل ما صوت علا، وكل ما دبروا، وكل ما خططوا، وكل ما تفننوا، وكل ما اي حاجه. الكلام ده واضح الان، احنا ماشيين صح. لا يملكون شيء ولا عندهم شيء، عبرنا بكثير، وباذن الله الضربه الجايه ما بعيده، وتك احد 24 ساعه، وان شاء الله اللي بعدها قريب سنجا. خلاص يعني هنا سنار، سنجة، جبل موية، المحاور دي، الدندر كده، نحن في السليم، نبقى على الجزيرة. الجزيرة دي بعد كده سهلة جدا، لأن أساسا ما فيها دير، انضربوا في المناطق دي، أنا متأكد في الجزيرة بقوم جاري. مجرد ما يستلموا المحاور بتاعت سنار كلها كاملة فول، استلموها ناس الجزيرة دي قاعدين، ولا بيقعدوا ينتظروا، ولا بيقعدوا يستنوك، ولا بيقعدوا يحرسوك، ولا بيقعدوا ليه، طوالي بيعرضوا، طوالي بيعرضوا، يعني طوالي حيعرضوا. الان الجيش متقدم في حتات وفي مناطق متقدم، حنسمع الاخبار حقته. نمشي ليه؟ بالنسبه للخرطوم، ما شاء الله المدرعات يا جماعه شغاله، ناس الخرطوم، المدرعات اللي بتزالوا، طب الخرطوم، في الخرطوم المدرعات شغاله، الدروع دي شغاله متقدمه طوالي، دي طوالي ولا تزال. الان من انتصار لانتصار، وارتكازات اتقدمت بعيد جدا جدا. تحية للفريق نصر الدين، تحية للفريق نصر الدين. نصر الدين طبعا فريق مالي، لكن مالي بيسأل ايه عشان يقعد في المدرع، لكن نصر الدين يترقى فريق، يترقى فريق، يترقى فريق، الآن هو الفريق نصر الدين، لكن ضحى بيها قبل يلبس الآن عشان ما يقعد، عشان يقعد في المدرعات دي، عشان يكون قاعد في الميدان في المدرعات، عشان تشوف هنا التضحية بتاعت الضباط.
جيب جيب زي نصر الدين ده. حوجيش دي ولادة، قسما بالله العظيم شفت حوجيش دي ولادة ولادة. جيب شفتها حكاية ورواية قصص حتسمع. فهسه نصر الدين قاعد كلواء، لكن هو فريق وشغال. شفت جنوب الخرطوم دي ماشي فيها، ماشي عمارة لعمارة، شارع لشارع، وهناك مرتاحين بيمشوا طوال يمشطوا، ما بيقعدوا طوال قدام، بيشوفوا محلات الخطر بوين بيمشوا، بيشوفوا محلات طوال بتقد شغالين. يعني وصلوا الشارع الرئيسي بتاع جبر الرئيسي اللي بيوديك شمال سوق مركزي ويمين يوديك جبر جنوب، ده كله ما في حاجة. ناس دي شغالة ليل نهار بهنا، ليل نهار شغالين ولا قاعدين، يعني ماشيين في شغل. أمس السوق العربي كان عبارة للجنجوي، ما في هزار. ما هو ما عندنا حلل ولا عندنا أي إلا ننتصر. عشان تكون في دولة سودانية إلا ننتصر، عشان نقدر نقيف قدام المجتمع الدولي إلا ننتصر، عشان بلدنا ما تتقسم إلا ننتصر، عشان ما يجيك حاطي إلا تنتصر، عشان الملاقين ضيل ما يكونوا جزء منك الا تنتصر. اي حاجه غير الانتصار الناس زي كلهم معاك. مجتمع دولي، محاور شر، ملاقين، وقحاطه كلهم معاك، ولا كانك عملت حاجه ولا كانك سويت حاجه، يعني ما كانك ولا خطوه ما تقدمتها. عشان كده لازم تنتصر. انتصارك ده يا اخي بتقوم دوله دوريه عالميه، بتنتهي من محطة محاورك وشيطانك، وبتنتهي من محاور الشر، وبتنتهي من القحاطة، وبتنتهي من الملاقيط. المفروض العالم كله يعرف الحرب دي الآن هنا ساجلنا، وهنا العدو بالنسبة للشعب السوداني وللحكومة السودانية. شاء من شاء أبى من أبى، وده المفروض يحصل. الاستثمارات أنفع من الشعب السوداني، ولا قروش أهم من الشعب السوداني ولا غيره. وتغور أي حاجة ويفضل الوطن. في ناس ضحت بروحها، في ناس ضحت بحياتها، في ناس ضحت بكل حاجه. الناس بتدافع عشان وطن، ما في زول هنا، ما في زول اكبر من الدفاع عن الوطن. يا انت معانا يا معاو، لكن تخلوا لنا السفير اماراتي قاعد للان، والله عيب. لك التحيه بسوين، وكلامك جميل جدا. كل القوات في كل المحاور، ده وقت مناسب انكم تنتشروا. وجه السنار خندقته اكثر من لازم، وانتو كان سبب بسقوط سنجا وجبل مويا ودنر وسوكي. واذا مناطق ديلك الآن ما رجعت في الخريف ده، غدار ذات يكون في خطر والله العظيم. والجيش اللي في دمازين، انتم متمرسين في القتال، وما تدوا فرصة لأبو شوطال انه يخش في مناطق المليان ومكتظ لحواضن حقه. زود ده والله باب دجة كبير لقدام، اذا خليته انتشر خش في القرى دي لك. هسه الخطوات الاستباقية هسه قاعدين تعملوا ده كويس جدا، وده فرصة المناسبة انكم تستردوا كل المناطق دي لك. انتم براكم شايفين التقدم والحرية والتغيير ده كلهم شغالين في مسائل سياسية، والجيش ما قاعد ينتشر، وده ما من مصلحتنا يا اخوانا. دي بدي فرصة لمجتمع الدول انه بشوف حكومة برهان ده حكومة غير شرعية، وكلام الناس بيقولوا ده نازل ماشيين يشكلوا حكومة برا السودان. لازم تتحركوا وتنتشروا. كل التركيز بدا الدولي الان نحو الفاشر. سقوط فاشل يا اخوانا ما سقوط دارفور براو. فاشل اذا سقط كل السودان هتسقط، لانه الناس بيتمكنوا، والدول اللي بيجي بنزل عديل كده بالطيران وموضوع بتاع فتح مطارات دي كلام ده خطير جدا. فالجيش المشترك لازم تتحركوا في دارفور. الوضع الماشي ده اخوانا ليس من مصلحتنا، نقوله كله. المشتركة قفلت كل الطرق، لكن المجتمع الدولي قدروا انه يدخلوا امدادات للجنجويد بحجة ادخال مساعدات انسانية، وده كله اكيد سلاح نوعي.